ترند الكبده واحد بس. بقول لك ايه، يلا بينا. احنا اصلا فود بلوجر، وكنا بنعمل ريفيو للمطاعم الاكلات الحلوه بصراحه يعني. والله احنا شغالين مدرسين الصبح وبالليل من بعد مثلا الساعه 5 بنبدا نشتغل العربيه. كنا بنأجر عربيات، وبعد كده بدانا ان احنا يبقى عندنا مشروع خاص بينا. مره منصه من المنصات صورت، والفيديو ده طلع اتشاف كتير، والناس خدت تصور، فضلت بقى تنزل على الصفحات الكبده بالقشطه كبده بالعسل. ف انا ترند، احنا بنبدا يومنا من بعد كده لحد بالليل بقى الساعه 12 واحده. احنا بنعمل دخل تاني لينا، بما ان يعني لازم يبقى لينا دخل تاني، وانت شايف ظروف اللي الناس فيها دلوقتي حاليا. ف ما فيش حاجه غيرها ان احنا بنعمل كبده وسجق وكلاوي، سندوتشات وعيلة مكرونه، وبنعمل بطاطس. ايوه بطاطس، عليه كبده وعليه كلاوي وعليه سجق وعليه تشيز، وبنعمل ممبار بقى. سندوتشات جديده من 10 من 10. والله اسعارنا حلوه جدا على فكره. عايزين نقول لكم بقى ان احنا موجودين قدام الحديقه الدوليه وكافيه في اي بي مستنيينكم.